مخاوف من أن تؤدي الأزمة في أفغانستان وتردي الوضع أمنيا إلى كوارث إنسانية. قمة مجموعة العشرين تتحرك، والبيت الأبيض يؤكد تعهد القادة بمساعدات إنسانية عاجلة مباشرة إلى الشعب الأفغاني، في حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن الشعب الأفغاني لا ينبغي أن يدفع ثمن أفعال حركة طالبان. فهل ستقبل الحركة بالتعاون مع الغرب إنسانيا، وما هي المطبات؟ الآن ينضم إلينا من فيينا الأستاذ في معهد السلام الدولي في فيينا هاينز غارتنر. سيد غارتنر، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. هل يمكن فصل الموضوع الإنساني عن المواضيع الأخرى، وخاصة الموضوع الأمني تحديدا؟ هل يمكن التعامل مع أفغانستان على أنها موضوع يتعلق بكارثة إنسانية قد يتعرض لها الشعب الأفغاني، وغض الطرف في نفس الوقت عن المسائل الأخرى؟ هناك قرار صعب يجب اتخاذه، لأن هناك وضعا أمنيا متدهورا وكذلك وضعا إنسانيا متدهورا. لذلك هناك جهات في الاتحاد الأوروبي تنادي بضرورة احترام حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي ينتقد مسبقا ما تفعله الطالبان ويقول إن الطالبان لم توفي بتعهداتها على مستوى السماح للفتيات بولوج المدارس، وأنها لم تشكل حكومة دامجة لكل الأطياف. من جانب آخر، الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان من أجل تفادي انهيار اقتصادي. هناك أصوات تتحدث عن أهمية منع تدفق اللاجئين بالآلاف إلى الدول الأخرى، لأنه في نهاية المطاف اللاجئون من أفغانستان يشكلون 50% من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. لذلك الاتحاد الأوروبي قلق بهذا الشأن، ولذلك هناك محاولة للموازنة بين ضخ نحو مليار أورو لأفغانستان، وليس للطالبان وإنما للمنظمات الإنسانية لتقديمها للشعب الأفغاني ولتمويل بعض المشاريع. من جهة أخرى، الاتحاد الأوروبي رفض أن يعترف بطالبان. طبعا لا يوجد أي طرف حتى الآن يعترف بطالبان على أنها هي الحكومة الشرعية لأفغانستان. نحن بانتظار مثل هذه الخطوات، ولكن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي استضاف هذه القمة يقول: نشدد على أن الحاجة للتواصل مع حركة طالبان لا تعني الاعتراف بها، ولم نتلقى حتى الآن أي إشارات على أن طالبان تعمل على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك النساء والفتيات والأقليات، وهي مسائل أشرت إليها سيد غارتنر قبل قليل. وبالتالي هل هذا يعني أن المساعدات الإنسانية ستستمر بغض النظر عن التقدم أو عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القضايا التي أشار إليها السيد دراغي؟ هل المجتمع الدولي سيواصل ضخ هذه المساعدات الإنسانية بين قوسين بغض النظر عن أداء حكومة طالبان وهي حكومة الأمر الواقع الآن؟ نعم، هذه المساعدات ستتواصل، وعلينا أن نتذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مسبقا 5 مليارات أوروهات إلى أفغانستان بعد 2002. لذلك بصرف النظر عن ما تقوم به الحكومة، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أن يحسن الوضع الإنساني للشعب الأفغاني. وعلي أن أضيف بأنه بالنسبة للطالبان
فإن أفغانستان كانت حتى في العقد الماضي من أفقر الدول، وذلك حتى قبل مجيء طالبان. لذلك بصرف النظر عمن يشغل الحكومة سواء طالبان أو طرفا آخر، فإن مساعدات أوروبا ستواصل المساعدة. الآن الاتحاد الأوروبي سيبدأ برابط المساعدات بتحقيق بعض الشروط والوفاء بعض التعهدات، وخصوصا تعليم الفتيات وتحسين وضع النساء. علي أن أقول أيضا إن هناك عددا من أعضاء الاتحاد الأوروبي لهم المسؤولية في الناتو، لأن الناتو كان مشاركا في الحرب، ولذلك كان هناك رغبة في بناء الأمة الأفغانية، وهذا المسعى فشل وأخفق. ونعرف أنه في 2017 كان هناك الكثير من المشكلات خلال الحرب، وسبعون ألف مدني قضى بسبب تلك الحرب. لذلك المهمة الغربية فشلت بشكل ذريع في أفغانستان، ووضع الفتيات والنساء ما يزال كارثيا. هناك 80% من النساء أميات، ولذلك طالبان لن تحسن الوضع، لكن الحرب لم تكن جيدة في أفغانستان. نعم، اللافت سيد غارتنر في هذه المسألة أن هناك نوعان من المساعدات. هناك المساعدات التي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي ودول العشرين، الإنسانية الضرورية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان، وهذه مستمرة. هناك نوع آخر من المساعدات التي تم تجميدها، وهي المساعدات المتعلقة بمشاريع التنمية في أفغانستان، وهذه أساسية أيضا لتجنب انهيار البلاد. وهناك الأموال الأفغانية التي جمدت في الخارج. كيف يمكن الإبقاء على نوع واحد من المساعدات وتعطيل باقي الأنواع الأخرى وتوقع عدم انهيار البلاد برأيك؟ هذا يعني أن نواصل الضغط على طالبان. طالبان تريد أن يرفع التجميد على أصولها، وبطبيعة الحال بالنسبة للأصول الخاصة بتمويل المشاريع التنموية سيكون في وقت لاحق. المساعدات الإنسانية هي التي تولى الأولوية في الوقت الحالي، وعدم أو رفع التجميد على الأصول، يقول الأوروبيون، يجب أن يكون مشروطا بما ستفعله طالبان. إذا حدثت هناك تحسنات في الوضع في أفغانستان، قد يقرر الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن هذه الأصول تدريجيا. أخيرا سيد غارتنر، كيف يمكن ضمان ألا تقع هذه المساعدات في أيدي حكومة طالبان؟ طالبان الآن تسيطر على كل أرجاء البلاد. المجتمع الدولي يقول نحن سنقدم هذه المساعدات عن طريق المنظمات الإغاثية الدولية التي تعمل على الأرض هناك. هل يمكن ضمان بالفعل ألا تتمكن طالبان من الوصول إلى هذه المساعدات بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد ليس هناك ضمان مؤكد بأن هذا سيحدث. الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن بعض المشاريع وبعض الأطراف المعنية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لجعل هذه الأمور تتحقق، لكن بعض الأموال ستذهب إلى الحكومة المركزية. لا يمكن التحكم في كل شيء، لكن علينا أن نقول إن الحكومة السابقة كانت فاسدة جدا واستولت على الكثير من الأموال التي كانت تأتي من المجتمع الدولي. ولذلك فليست فقط حكومة طالبان في أمر الواقع هي التي ستستولي على جزء من هذه الأموال، وقد تستخدمها بشكل غير مناسب. لذلك ليس هناك تحكم 100% في الأموال التي توجه إلى أفغانستان، لكن الاتحاد الأوروبي يحاول قدر الإمكان أن يجعل جزءا كبيرا من هذه الأموال تصل، وأن توفى هذه التعهدات التي قدمتها طالبان. بروفيسور هاينز غارتنر، الأستاذ في معهد السلام الدولي في فيينا، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.